من المسؤول اليوم عن العبث اللي تعاني منه الكويت؟ من اليوم غايبة عندها الرؤية؟ من اليوم غايبة عندها المسؤولية ومنعدم المسؤولية؟ من اليوم اللي رأت الفساد؟ الحكومة. من التي تسببت بتردي الخدمات؟ الحكومة. من التي تسببت بعدم وجود استقرار سياسي؟ فساد وسوء إدارة، هذه هي الأسباب. هل لو حلينا هالأسباب تنتهي مشاكلنا بالكويت؟ لا، هناك تحديات أهمها تحالف بعض الشيوخ الفاسدين وبعض التجار الفاسدين، أطلق عليه مؤخرا الدولة العميقة. هدفهم باختصار كذلك يريدون تضخيم أموال. أنتم أصحاب الكلمة الفاصلة بيوم الأربعاء. تحدي آخر، عدم وجود استقرار سياسي خلال السنة وثمان شهور ثلاثة انتخابات، وكذلك عدم وجود إيمان حقيقي من قبل السلطة بالدستور والقواعد الدستورية وحق النائب في الرقابة والتشريع. شلون نضع حلول؟ أول شيء لازم نعرف أن بلدنا ولله الحمد بلد غني. الصندوق السيادي 923 مليار دولار، ميزانية 23 حققت فائضا يقدر ب 6.4 مليار، فائضا حقيقيا. قضايا الفساد في السنوات الأخيرة يقال، ولا توجد إحصائية حقيقية، يقال أنها بلغت مليارات الدنانير. هذا كله لو نرد للأسباب، باستطاعتنا معالجته ما في شك. نريد رئيس وزراء قوي، نريد رئيس وزراء صاحب قرار، نريد رئيس وزراء يملك رؤية، وبالقرار وبالرؤية باستطاعته تشكيل فريق حكومي يرتقي بالكويت ويرتقي بمطالب الناس. إذا توافرت الرغبة الصادقة بلا شك راح يتحقق التطور المطلوب.